النهارده وزير الخارجيه التركي صرح وقال انه قد نتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحريه مع مصر. قال ده يمكننا توقيع اتفاقيه مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحريه وفقا لمسار علاقتنا. اقدر اقول من هنا انه ايضا يعني زي ما احنا كده طول الوقت في التصرفات تجاه التصرفات القطرية، وانا يعني بتكلم الكلام ده وانا من حقي اقول ده، لازم نتعامل بحذر حقيقة، وايضا التصريحات الاثيوبية نتعامل بحذر ايضا. هل بتحاول تركيا ان تبتعد عن مسألة التراشق او مسألة الاستفزاز عن مصر، ولا بتحاول نقول كده يعني ايه بتطلب الود من القاهرة؟ يعني انا اميل للخيار الثاني. هي تركيا بتحاول انها تتجمل، لانه طبعا في ضغوط اوروبيه كبيره عليها الفتره القادمه، وهيكون في ايضا ضغوط امريكيه عليها برضه الفتره القادمه. الفتره القادمه هيكون عليها ضغوط، ده بسبب ايه؟ شراء السلاح ولا باسباب اخرى؟ شراء السلاح الروسي واشياء كثيره، والتواجد في الاراضي السوريه والتدخل في ليبيا، دي كلها مشاكل هتواجه تركيا. فانا اعتقد كويس ان هي الله بتحاول لا طبعا كويس بتحاول اختزال يعني الخلاف مع مصر او التوتر مع مصر في مساله الغاز ومساله شرق البحر الابيض المتوسط. والملفات الثانيه هي اكثر خطوره واكثر حساسيه بالنسبه للامن القومي المصري. فبالتالي انا اتفق مع حضرتك في انه احنا سمعنا الكلام ده بقالنا سنتين عمالين واحد يطلع يقول من هناك ان احنا لازم نتفاهم، واحد يقول ان في اتصالات فعلا وواحد ينفي يعني احنا شغالين على هذا الامر، لكن انا بشوف ان هي بتحاول انها تتجمل. ولكن العلاقه المصريه التركيه ما اعتقدش انها ممكن اختزالها في موضوع الغاز وموضوع الحدود البحريه، اللي انا مش فاهم هو في ازاي بيننا وبينهم حدود بحريه، يعني دي برضه يمكن انا يعني معلوماتي ناقصه في الحته دي، ما ذاكرتش الحته دي، ما ذاكرها يمكن انا ما خدتش بالي منها دي. ف يعني المهم هي محاوله للتجمل او في نفس الوقت تخفيف حده التوتر والضغوط القائمه عليها. ومصر طبعا الامور ديت لا تنطلي عليها، ودائما بتاخد بشكل حذر جدا جدا طبعا، وعمرها ما بتقفل باب الحوار في اي مجال. واي اتفاق هيحصل مع تركيا لن يكون على حساب، هم متوقعين ان احنا هنبقى على حساب الاتفاقات اللي حصلت مع قبرص واليونان، ده برضه يبقى تزاجة من الجانب التركي. هذا ايوه تمام، بشكرك فندم، بشكرك شكرا.